السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم كرار سعد فرج، تدريسي في كلية المأمون الجامعة، قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية. طلابنا الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الرابعة من منهاج الفصل الثاني لمادة مكان التيار المتناوب الـ AC ماشين للمرحلة الثالثة. عنوان المحاضرة: تورك سليب كاركترستكس، خصائص التورك اللي هو العزم، والسليب الانزلاق. التورك سليب كاركترستكس، خصائص، احنا اخذنا في المحاضرة السابقة قانون التورك العزم، هذا هو القانون تورك. في حالة هذا التورك قانون في حالة الرننج، او عندما يعمل المحرك الحثي الاندكشن موتور، فقانون التورك هذا هو القانون تورك، يساوي لنا K2 في الاس، الاس هو السليب، مضروبة في R2 اللي هو الروتر ريزيستنس، على R2 تربيع زائد الاس تربيع الX2 تربيع. الX2 هي ستاند ستيل رياكتنس بير فيس، والK2 ها فقط تذكير المحاضرة السابقة، الK2 هو عبارة عن الK1 في الE2 تربيع، وعوضنا على كل K1 عوضنا عنه 3 على 2 باي NS، وذكرنا هاي الـ NS اللي هي Synchronized Speed، السرعة المتزامنة. بالقانون التورك راح تقاس بوحدة الـ Revolution per Second بالثانية وليس بالدقيقة، فقط انه يطلع عند الناتج الـ NS بالدقيقة revolution per minute، أقسم هذا القيمة على 60 اللي هي عدد الدقيقة تساوي 60 ثانية، تطلع عندي الـ NS بوحدة الـ revolution per second، الـ R per second، هذا عندي مهم بتعويض بالقانون. اليوم اللي وعدنا الـ torque slip characteristics، الخصائص بين الـ torque والـ slip، فمن خلال هذا الـ curve لو تلاحظون طلاب، هنا عندي المحور العمودي اللي هو يمثل التورك العزم، أما المحور الأفقي الX axis اللي هو يمثل السليب الانزلاق، وهذا هو المنحنى الكيرف اللي يمثل علاقة بين التورك والسليب. فقانون التورك هذا هو قانون التورك اللي من خلاله راح نرسم هذا الكيرف. الكيرف علاقة قلنا إنه بين التورك والسليب عند قيمة معينة من الروتر ريزيستنس، عند كل قيمة معينة الـ R2 راح يرسم عندي منحنى كير يمثل بين التورك والسليب، علاقة بين التورك والسليب، وهذا هو الفيجر رقم 10 اللي هو التورك سليب كاركترستكس، الخصائص بين التورك والسليب. السليب راح يبدي عندي بالـ X axis، راح يبدي من الصفر، الرينج مالته من الصفر، S يساوينا صفر، حد الـ S يساوي لنا 1. إذا الـ S يساوي لنا 1 معناه شنو التورك في حالة starting، تمام؟ وأيضا معناها عندي الـ NR أو الـ N سرعة الروتر تساوي لنا عندما يكون الـ S يساوي لنا 1، عندما يكون الـ S يساوي لنا 1 معناها أن الـ NR أو سرعة الروتر تساوي 0. فعندي نقاط مهمة، هذه النقاط ألاحظها كيرفلي بعناية، أتبعها نقطة نقطة لرسم هذا الكيرف. من يذكر لي بالسؤال ما هي الخصائص التورك سليب كاركترستكس، معناها أنه أرسم هذا الكيرف مع شرح بسيط لهذا هو الكيرف. فعل هذه النقاط، النقطة الأولى هذه النقاط لرسم الكيرف أو الخصائص. النقطة الأولى في حالة أن الأس at s يساوينا صفر، التورك راح يساوينا صفر، هذه هي الـ s النقطة عندما يكون s يساوينا صفر، الـ s يساوينا صفر، هنا عندي الـ s دي من صفر إلى الـ s يساوينا 1، فالنقطة أو الكيرف راح يرسم عندي تورك سليب كيرف عند نقطة الأصل الأوريجين، معناها أن عندي صفر صفر، أرسم بداية الكيرف عندما يكون الـ S يساوينا صفر والـ T يساوينا صفر.
T هو الدارك والS هو السليب. ثاني نقطة طلاب، عند السرعة الاعتيادية normal speed، هذه normal speed بالنسبة للكيرف، سرعة اعتيادية راح يكون السليب الانزلاق جدا قليل. هذا نعدي الS يساوي الصفر. عند السرعة الاعتيادية راح يكون هذا السليب عندي جدا قليل small. لا تلاحظون عند قيمة السليب قيمته 0.1. وبالتالي الاس الاس في x2، هذه الاس في x2 من المعادله راح تكون قيمتها جدا ضئيله، لان الاس السليب قيمته قليله، فبالتالي راح تكون قيمه الاس x2 جدا ضئيله مقارنه مع الار2، راح تتناسب التورك مع الاس على ار2. الار2 اللي هو حيكون ثابت كونستانت، هذا الار2 بالنسبه للكير راح يكون قيمته ثابته كونستانت، فراح يرسم عندي التورك سليب كيرف، تورك سليب كيرف راح يرسم عندي بخط مستقيم. هذا انا عندي خط مستقيم تلاحظوه، هذا هنا خط مستقيم تورك سليب كيرف، راح يكون سترينت لاين خط مستقيم فروم من الزيرو راح يبدي عندي عندما يكون السليب صفر الى السليب يكون في حاله الفول لود. لهنا عندي من السليب يساوي صفر الى حاله الفول لود، حاله الحمل الكامل، حيرسم عندي خط مستقيم. هذه النقطه الثانيه. اما النقطه الثالثه طلاب، السليب راح يزداد عندي، تلاحظون عندي السليب دا يزداد، هنا يصير 0.4 0.2 0.3 0.4 دا يزداد عندي السليب. الاس يبدا يزداد انكريز راح يزداد، وبالتالي يتناسب طرديا مع التورك خلال المعادله، التورك مع السليب كلما ازداد السليب راح يزداد عندي التورك، فالتورك ايضا راح يزداد خلال المعادله. فمع زياده الانزلاق السليب الى ما بعد السليب الانزلاق الكامل للحمل، بحيث يصبح عندي هذا الانزلاق حيوصل عندي الماكسيمم، هذا الماكسيمم يوصل عندي الماكسيمم تورك، راح يزال عندي السليب وبالتالي راح يزال عندي التورك، راح يصبح عندي التورك في حالة الماكسيمم. هذه الماكسيمم تورك تي ماكسيمم، عند التي ماكسيمم الاس السليب ايش راح يساوي؟ هذا اخذناه المحاضرة السابقة، الاس راح يساوي ماكسيمم هم على قيمة ماكسيمم. اي احسنت علي، فالسليب راح يكون في حالة الماكسيمم تورك، الاس يساوي من الار2 على اكس2. هذه ناعد بيها حتكون السليب هنا في حالة الماكسيمم تورك، السليب هو R2 مقسوم على X2. الماكسيمم تورك بالاندكشن موتور راح يسمى بهذه الحالة، راح يسمى له تسمية البول اوت تورك، عزم السحب، او يسمى بريك داون تورك اللي هو عزم الانهيار بريك داون. وبالتالي راح تبلغ قيمته هذا التورك هنا في حالة الماكسيموم، راح تبلغ قيمته ضعف قيمة الحمل الكامل الفول لود على الأقل عند تشغيل المحرك الحثي بجهد فولتج اند فريكونسي وتردد ريتد، راح يكون هذا ضعف قيمة الحمل الكامل قيمة التورك. هذه النقطة الثالثة. أما النقطة الرابعة طلاب، الرابعة السليب راح يزداد عندي، هنا عندي تلاحظون ورا الماكسيمم تورك الحالة الثالثة ماكسيمم تورك، انه راح يزداد عندي السليب، هنا صار عندي 0.6 0.8، فعندما يزداد السليب عن ذلك المقابل الماكسيمم تورك راح يزداد الاس في اكس2، الاس تربيع في اكس2 او الاكس تربيع بسرعة كبيرة جدا راح يزداد. تلاحظون عندي هذا الكير راح يزداد بسرعة كبيرة، وبالتالي راح تهمل عندي قيمة الـ R2، راح تهمل بالقانون، هذا الـ R2 راح تهمل عندي، هذا أيضا الـ R2 راح تهمل عندما يكون السليب سرعته كلش عالية، الـ R2 راح تهمل لأن يعني جدا قليلة حتكون قيمته مقارنة مع الـ S في X2. قانون التورك راح يكون تورك يتناسب S على S تربيع في X2،
راح يبقى عندي فقط بالبسط اللي هو الاس عندما احذف او اهمل الار2 على اس تربيع في اكس2 تربيع. الاكس2 قيمه ثابته كونستانت، فهنا السليب راح يكون مع التورك في هذه الحاله من خلال انه التورك راح يتناسب 1 على اس، معناها السليب راح يكون علاقه عكسيه مع التورك، تورك يساوي 1 على اس. شلون 1 على اس؟ هذا الاس بيها 1، التربيع راح اللغة، والاكس 2 قيمه ثابته كونستانت، فالتورك بقى عندي 1 على اس. فعندما يزداد التورك علاقه عكسيه راح يقل السليب وبالعكس. ففي هذه الحاله السليب ازداد عندي راح يوصل للقيمه الواحد، السليب حيكون 1، معناه هذا السليب ازداد وبالتالي التورك راح يقل. هاي انا اذكرها، التورك في هذه الحاله، هاي الحاله الثالثه والاخيره، راح يكون علاقه عكسيه انفيرس، علاقه عكسيه بين التورك والسليب من خلال هذه، تورك يساوي او يتناسب 1 على اس. فالتورك سليب كيرف راح يرسم الكيرف بصيغه او بشكل ريكتانجولر هايبربولا قطع الزائد للمستطيل، هاي هايبربولا معناها قطع زائد. النقطة الخامسة والأخيرة، الماكسيمم تورك هنا راح يبقى عندي ريمينز، يبقى ثابت كما هو، راح يبقى عندي ومستقل عن قيمة المقاومة الروتر ريزيستنس. إذا أضيف مقاومة الروتر ريزيستنس، سنأخذ إن شاء الله بالأمثلة، نضيف مقاومة إضافية إلى دائرة الروتر، راح تنجمع عندي هاي الار2 مع مقاومة إضافية، لا ما راح تغير عندي من التورك الماكسيموم تورك، لكن فقط راح تغير عندي قيمة الانزلاق، هذا قيمة الانزلاق السليب راح يتغير عنده قيمته الذي يحدث عند الماكسيموم تورك. فطلاب من خلال هذا التورك سليب كاركترستكس فقط انه هذا القانون عندي مهم اني لرسم الكيرف بين التورك والسليب. عندي ثلاث حالات انا، الحالة الأولى لرسم هذا الكيرف، أولا أرسم المحور العمودي التورك، المحور الأفقي والسليب الانزلاق. الكيرف راح يرسم عندي في الحالة الأولى يكون التورك يساوي صفر والاس يساوي صفر، فيرسم عندي نقطة الأصل أوريجين. الحالة الثانية عندي راح يرسم عندي بخط مستقيم سترينت لاين، السليب راح يرسم عندي. الحالة الثالثة أو الثانية عفوا، الماكسيموم تورك، هذه الماكسيموم تورك عندما يكون السليب قيمته ال R2 على X2، هذا هو الماكسيموم تورك. الحالة الأخيرة راح يرسم عندي بشكل ريكتانجولر هايبربولا قطع زائد، هذه الحالة راح تكون عندي التورك راح يتناسب عكسيا مع السليب. أما هذه الكيرف الآخر اللي هو 2R2 3R2 4R2، ها فقط من أغير هنا بالقانون انه اضيف 2 في R2 راح يتغير عندي رسم كيرف ثاني، من اخلي قيمة المقاومة 3 في R2، احنا عرفنا شنو R2 هي قيمة ثابتة كونستانت، راح يرسم عندي كيرف وهكذا بقية الكيرفز اللي ارسمها. فعندي مهم هذه السلايد، هذا التورك سليب كاركترستيك جدا مهم هذا الرسم. طلاب هسه الفول لود والستارتنج ات ماكسيمم تورك، هنا عندي الفول لود معناه ان المحرك الحثي الاندكشن موتور ده يعمل عندي في حاله الرننج، ده يعمل يعني اما يسموه رننج يعمل او يسموه في حاله الفول لود، هنا نفس الشيء. فالتورك قانون التورك، تورك فول لود تورك تي اف، قانون راح يكون الاس ار2 على ار2 تربيع زائد الاس اكس2 تربيع، اخذناها من المحاضره السابقه. ستارتنج تورك تي اس يساوي من الار2 على الار2 تربيع زائد الاكس2 تربيع. الماكسيمم تورك هو 1 على 2 اكس2. فعندي انا حقسم، اذا اريد احسب نسبه الريشيو، نسبه الماكسيمم تورك الى الفول لود تورك، هذا انا عندي ماكسيمم تورك تي ماكسيمم الى فول لود تورك، شلون راح تكون عندي انا قوانين فقط هنا، تي ماكسيموم هذا تي ماكسيموم اقسمها على
الفول لود تورك، هذا قانون الفول لود تورك حيتقسم عندي بهذا الشكل. خلي اوضح اكثر. هنا عندي هذا التي ماكسيموم، راح يصير عندي 1 على 2 اكس 2، هذا هو التي ماكسيموم. على الفول لود تورك هو الاس ار 2، راح تبقى عندي هذا تنزل بالمقام اس ار 2. اما البسط راح يكون عندي ار 2 تربيع زائد الاس اكس 2 كلها تربيع. هذا هو تي ماكسيمم على تي فول لود. راح اقسم البسط والمقام النومريتر والدينومريتر، اقسمه على اكس 2 تربيع، فاقسم هذا الار 2 على اكس 2 تربيع، ار 2 على اكس 2 كل راح يصير تربيع زائد الاس اكس 2 قسمه على اكس 2 تربيع، راح يصير ايضا كل تربيع. فعندي هذا ال R2 على X2 تبقى ما عندي، تبقى نفسها. ال S في X2 على X2 هاي تختصر، شبقى عندي فقط تختصر عندي، تبقى فقط ال S تربيع زائد S تربيع. هذا بالنسبة للبسط. المقام هو عندي 2 S 2 S X2 R2 من أقسم على X2، فراح يروح عندي هذا X2 مع X2 يروح يختصر، يبقى فقط عندي 2 S R2 على X2. هنا عندي حيث الـ A حيثبت القيمة إن الـ R2 كل R2 على X2 هي الـ A. شنو الـ R2؟ الـ R2 هو Rotor Resistance Bear Phase، أما الـ X2 فهو Standstill Rotor Reactance Bear Phase. كل R2 على X2 هي A. وين عندي R2 على X2؟ هنا عندي بالبسط R2 على X2 هذا هو A. A شنو؟ تربيع، لا أنسى، Square زائد S تربيع. أما عندي بالمقام 2 S R2 على X2، احنا قلنا كل R2 على X2 هي تمثل A، ف2 S R2 على X2 هي A. هذا هو النسبة الراتيو T maximum على T full load تساوي A تربيع زاد S تربيع على 2 S A. هذا هو عندي، فقط هذا عندي المهم، الاشتقاق مو مهم الاشتقاق، فقط مني يقول لك نسبة، احسب نسبة الراتيو بين T maximum على T full load، يقول هي A تربيع زائد الاس تربيع على 2 اي اس. شنو الاس؟ الاس هو سلب الانزلاق، اما الاي فهو الار 2 على اكس 2، عوض عنها. ايضا طلاب عندي نسبه ثانيه راح استخدمها او احتاجها في حل المسائل، هي ما مكتوبه بالملزمه، راح اشتقها انا، راح فقط اكتبوها وياي، اللي هي نسبه الريشيو starting torque TS إلى maximum torque. starting torque إلى maximum torque هو يساوي starting torque هو R2 على R2 تربيع زاد X2 تربيع، فمعناها R2 راح تبقى عندي بالبسط تقسم على R2 تربيع، عندي هذا R2 تربيع زائد ال X2 تربيع. هذا طلاب هو ال starting torque، هذا TS R2 على ال R2 تربيع زائد ال X2 تربيع. أما ال maximum torque هذا وقيمته 1 على 2 X2، وهنا حيكون بالمقام. فإحنا قلنا في المحاضرة السابقة مقام المقام يصعد بالبسط، فهنا 1 على 2 X2
مقام المقام راح يكون 2x2 راح تكون بالبسط ف2 x2. هذا هو طلاب نسبة الريشو starting torque إلى maximum torque. أيضا نفس هذه إنه أقسم النومريتر والدينومريتر البسط والمقام على x2، فراح أقسم البسط خطوة ثانية 2 r2 أقسم على x2، فهذا x2 مع x2 تروح، شو راح يبقى عندي 2 r2 على x2، هذا البسط 2 هاي 2 نسبة نفسها ال r2 على x2 تبقى عندي، أما ال x2 على x2 تختصر تروح واحد قيمتها، هذا البسط. المقام r2 تربيع أيضا راح أقسمها على x2 تربيع، r2 على x2 كل تربيع زائد ال x2 على x2 أيضا الكل تربيع، عندي تربيع هنا أنا، فال x2 على x2 تروح، شو يبقى عندي الخطوة الثالثة 2 r2 على x2 أيضا كل r2 على x2 هي a، ف2 r2 على x2 هي a ف2 a، هذا هو البسط. أما المقام r2 على x2 أيضا هي a، بس لا أنسى تربيع عندي سكوير، فأي تربيع زائد ال x2 على x2 تختصر واحد، واحد تربيع هو واحد. فالريشو نسبة starting torque ts إلى الماكسيمم تورك، هذا هو القانون النهائي. هذا مو موجود الملزمة طلاب، هستخدمه هسه إن شاء الله في حل مسائل. الستارتنج تورك الى الماكسيمم تورك، هذا النسبة الريشيو يساوي لنا 2 اي على اي تربيع زائد 1. وشنو الاي عرفناها اللي هي الار2 روتر ريزيستنس بير فيز على الاكس2 اللي هي ستاند ستيل روتر رياكتنس بير فيز. راح ناخذ امثله طلاب توضح عندكم هذه القوانين. اللي هو قانون الاول تي ماكسيمم على تي فول لود ريشيو، اي تربيع زائد اس تربيع على 2 اي اس، والنسبة الأخرى TS على T maximum ويساوي 2A على أي تربيع زائد 1. example مثال 50 هرتز، ركزوا طلاب هذه الأمثلة مهمة جدا. 50 هرتز 8 بول 8 أقطاب induction motor has full load slip. طلاب بمعنى معناه انه فول لود السليب قيمته 400، فمعناه هذا المحرك الحثي الاندكشن موتور ده يعمل عندي، فالاس قيمته 4% معناها 0.04. ذا روتر ريزيستنس، الروتر ريزيستنس معناها الار2، ان الروتر هو السكندري اما ستيتر فهو البرايمري. اند ستاند ستيل بدي اكتب الار2 قيمتها 0.01، هاي على التوالي مربوطات. ستاند ستيل رياكتنس هذا معناه الـ X2 رياكتنس قيمته 0.1، هذا قيمته 0.1، هذا هو ستاند ستيل رياكتنس بير فيز، وهذا هو الروتر ريزيستنس بير فيز أيضا، هذا قيمهن. جد أولا find the speed السرعة at which maximum torque acquire، احسب السرعة عند الماكسيمم تورك. طلاب هذه السرعة يا سرعة سرعة الروتر، اما احنا ذكرناها في المحاضرة السابقة اما نسميها n او نسميها nr، سرعة الروتر نفس الشيء. عند الماكسيمم تورك لا انسى عند الماكسيمم، عند الماكسيمم t maximum عند الماكسيمم تورك. المطلب الثاني the ratio، ها طلاب انتبهوا عليه، the ratio نسبة، ratio نسبة الماكسيمم تورك، هذا مجهول، الماكسيمم تورك tm الى الفول لود تورك tf، ايضا هذه عندي مجهولة احسبها لازم. فبالبداية شلون احسب المطلب الاول الـ nr السرعة
at maximum torque فاحسب synchronized speed ال NS وتساوي هنا طلب خطأ مطبعي 120 F على عدد الأقطاب 120 في frequency 50 عدد الأقطاب 8 تطلع عندي ال NS قيمتها 750 revolution per minute. وهذا القانون الروتر سبيد سرعة الروتر ال NR at maximum torque ويساوي 1 ناقص السليب بين قوسين في ال NS. السرعة المتزامنة أو سرعة الستيتر هذه قيمة 750 حسبتها. بقى عندي فقط المجهول ال S. ال S طلاب هنا أنا ما أحسبه عن طريق هذا القانون ال NS ناقص ال NR على NS، لا، في حالة الماكسيمم تورك، في حالة الماكسيمم تورك وعندما يعمل المحرك الحثي في حالة الفول لود، فال S السليب قيمته ال R2 على X2. R2 على X2 أنا ذكرناها قبل شوية. هنا عندي هذه هي الماكسيمم تورك ال S يساوي ال R2 على X2 في حالة الفول لود. هذا هو ال S السليب at maximum torque يساوي ال R2 على X2. ال R2 قيمته 1% على 1 بالعشرة يطلع عندي قيمة السليب at maximum torque 0.1. فواحد ناقص 0.1 في ال NS 750 يطلع عندي قيمة سرعة الروتر 675 revolution per minute. هذا حسبت المطلب الأول. المطلب الثاني هو T maximum على T full load. فطلابنا ما يحتاج اشتقى مرة ثانية القانون، مباشرة نكتب القانون النهائي T maximum على T full load ويساوي A تربيع. هذا هو القانون النهائي، هذا الإطار الفريم باللون الأحمر، A تربيع زائد S تربيع على 2 AS. هذه الريشيو نسبة الـ T maximum إلى T full load. فهنا عندي الـ S هو الـ full load slip، قيمته full load slip 0.04، هذا السليب قيمته 4% at full load. ال A هو ال R2 على X2 قيمته 0.1. فمباشرة نعوض بالقانون، A تربيع هو 0.1 تربيع زائد السليب at full load 4% تربيع على 2 في ال A 0.1 في S 4%، تطلع عندي النسبة الماكسيمم تورك إلى ال full load تورك 1.4 أو 45، هذه النسبة 1.45. وهذا هو الإكزامبل الأول. من هنا تحسب سرعة الروتر at maximum torque، هذا هو القانون، 1 ناقص S في الـ NS. الـ NS أحسبها عن طريق هذا القانون 120 F على عدد الأقطاب. أما هنا الـ slip فأحسبها عند maximum torque اللي هي الـ R2 على X2. تفضل أخوي. تفضل استاذ، هذا وحده القياس ما تشبه مثل الاول، وحده القياس ما تي ماكسيمال على ماكو وحده، مو هي التورك، شنو وحده مات التورك؟ نيوتن متر، صح؟ نيوتن في متر، اي نيوتن في متر. نعم، اقسمها على نيوتن في متر تروح الوحدات نسبه. هاي واحنا تي ماكسيمال على تي فول لود، الوحده مات نيوتن متر على نيوتن متر، تختصر الوحدات، ما عندي وحدات تبقى، فيطلع هي نسبة. تمام عزيزي، شنو اسمك؟ تمام. شنو اسمك؟ مالك جاسم. مالك جاسم. تمام. طلاب أي واحد يفتح المايك بس يذكر اسمه، مالك جاسم. أوكي، فمالك جاسم يعني ما عندي الوحدات، يعني الوحدات حتختصر عندي، هي من اسمين نسبة، هذا ريشيو. شلون الترانسفورميشن ريشيو الكي نسبة التحويل، كان إلى وحدات ما إلى وحدات، لأن تقسم فولتية على فولتية، فالبي على بي تروح، أو عدد لفات أيضا تروح الوحدات، أي نسبة. مثال آخر، صفحة مثال صفحة 33 example page 33 صفحة 33. ثمانية بول عدد الأقطاب 8 3 phase 50 هرتز induction motor has rotor resistance ال R. مباشرة بعد عرفتها من R rotor resistance، الروتر هو 2 secondary، فال R 2
قيمتها 25 بألف 0.025 ohm per phase and rotor standstill reactance معناها الـ X2 قيمتها 0.1 ohm per phase. مطلوبنا طلاب هذا السؤال What speed ما هي السرعة is the torque maximum. أيضا هنا نريد نعد سرعة الروتر الـ NR at maximum torque T maximum نفس المثال السابق هذا عندي مجهول المطلب الأول رايدوني بعد نسبة هنا proportional of maximum torque هنا تتناسب تناسب هنا انتبه مو ratio proportional تناسب maximum torque is the starting فمعناها TS من يذكرها proportional تناسب معناها T starting على T maximum هذا أيضا عندي مجهولة T starting إلى T maximum هذا مجهولة هذا اشتقيناه هذا المطلوب الثاني اشتقيته قبل شوية هذا يعطي T starting إلى T maximum شنو قانون 2A سجلوه يا أيضا 2A على A تربيع زائد 1 هذا سأحتاجه في حل هذا المثال فأولا طلاب إنه أحسب الـ NR سرعة الروتر at maximum torque نفس القانون N يساوينا 1 على 1 ناقص S في NS الـ NS أحسبها 120F على عدد الأقطاب طلع عندي الـ NS السليب شلون أحسبه at maximum torque at maximum torque الـ R2 يساوينا S X2 معناها الـ S يساوينا الـ R2 على X2 عندي قيمة الـ R2 والـ X2 أقسمها تطلع عندي قيمة السليب 0.25 فسرعة الروتر at maximum torque تطلع عندي قيمتها 562.5 revolution per minute revolution per minute المطلب الثاني هو T S على T maximum ويساوي 2A على A تربيع زائد 1 تلاحظون طلاب القانون بعد ما يحتاج يشتقن النسبة الراتيو أنا اشتقيتها فقط أكتب القانون النهائي أيضا بحل المسائل متحلوها إن شاء الله بس تكتب القانون النهائي ما يحتاج تستقليها مرة ثانية فالتي اس على التي ماكسيموم ويساوي 2 اي على اي تربيع زائد 1 الاي هو الار 2 على اكس 2 تطلع قيمته 0.25 فعوضنا التي اس للتي ماكسيموم ويساوي 2 في اي 0.25 على الاي تربيع و 0.25 تربيع زائد 1 تطلع عندي النسبة 0.47 طلاب هذه هنا بدون وحدات ليش بدون وحدات؟ لأن تقسم نيوتن متر هو تقسم عن تورك على تورك فنيوتن متر على نيوتن متر تختصر وحدات واحد ما عندي وحدات وأيضا هذه شغلة وشغلة ثانية تحسب عن نسبة نسبة فالنسبة ما بها أي وحدات فطلاب هذا هو example الثاني عندكم سؤال بهذا example أنا فقط عندي example أخير وأنهي المحاضرة إن شاء الله إذا ما أستاذ شلون عرفنا هذا التيار أستاذ شلون عرفنا الملف الثانوي من المقاومة ها قصدك هذا R2 توفيق وياي قصدك هذا R2 الـ X2 لا شيء الـ R2 شلون عرفته؟ شلون عرفته R2 مو R1 والـ X2 مو X1 شلون عرفته؟ تمام أرجع لمنطق السؤال ركز ويا توفيق منطق السؤال الروتر هنا عندي has أول شيء إندكشن موتور موضوع إندكشن موتور معناها عندي روتر وستيتر الستيتر هو برايمري والروتر سكندري احنا مثلنا كالمحولة نفس المحولة لكن الفرق ان المحولة ستاتيك has a rotor resistance شنو الريزيستنس مقاومة صح R الروتر سكندري هذا الروتر احنا قلنا ستيتر وروتر الستيتر هو برايمري معناها بي مقاومة R1
و X1. أما الراوتر هو سكندري فبي مقاومة R2 و X2. فعرفت أنه هذا R2 من خلال روتر ريزيستنس. ريزيستنس معناها مقاومة R والروتر هو سكندري. سكندري معناها 2 R2 نعطي قيمتنا 0.25 بالألف أوم بير فيز. أما الـ X2 شو عرفتها؟ أيضا هنا قايل لي روتر ستاند ستيل ريأكتنس. شنو الريأكتنس؟ الريأكتنس معناها محاثة أو ممانعة، نفس المعنى. أي فالريأكتنس أو تجيها معناها ممانعة هي. فالريأكتنس هي الـ X. ريأكتنس هي الـ X، الجزء الخيالي imaginary. وليش X2 مو X1؟ لأن هذا كله روتر. فمعناها هذه قيمة الـ 0.1 ohm، هذه قيمة الـ X2. واضح توفيق؟ فعرفت من خلال الروتر، الروتر معناها secondary. طلاب انتقل للـ example الأخير في هذه المحاضرة. هذا example صفحة 34، page 34. three phase 400 الى 200 فولت star star connected wound rotor induction motor has 0.06 ohm، هذه هي 6% rotor resistance. هنا ذكر لي rotor resistance هذه معناها R resistance، والروتر secondary 2 قيمتها المقاومة الـ R2 0.06 ohm and 0.3 ohm standstill reactance، هذه الرياكتنس X2 قيمتها 0.3 ohm. Find جد the addition إضافة resistance require in the rotor circuit. راح نضيف تفضل نبيل. عفوا مو هي 0.3 سو ال اندكتنس 0.6 بالعكس. لا هي ال R2 0.06 احنا ذكرك اياها. تمام 0.06 ohm هذه هي الروتر ريزيستنس and هاي and و بالعربي و 0.3 ohm هذه هي ستاند ستيل ريأكتنس، هذه الـ X2. فالـ X2 قيمته 0.3 والـ R2 0.06. اوكي المطلوب عندي بهذا السؤال find the additional resistance، المقاومة الإضافية اللي راح أضيفاني الآد required المطلوبة in the rotor circuit. ما هي المقاومة الإضافية راح أضيفها المطلوبة إلى دائرة الروتر سيركت لجعل to make the starting torque TS equal to the maximum torque، راح يساوي لي maximum torque. فما هي المقاومة الآد اللي حضيفه، ما هي المقاومة الإضافية اللي حضيفه إلى دائرة الروتر سيركت لجعل starting torque يساوي maximum torque؟ أنا عندي قانون طلاب TS على T maximum، ومن خلال المنطوق السؤال starting torque و maximum torque. فعندي نسبة TS إلى T maximum ويساوي 2A، احنا قلنا هذا اشتقنا القانون 2A على A تربيع زائد 1. هنا حتكون equal متساويات TS يساوي T maximum، فبحات TS ويساوي T maximum ما معناه انه TS على T maximum يساوينا 1، فبعدي حيكون قانون 1 نسبة TS على T maximum هي قيمتها 1 ويساوي 2A على A تربيع زائد 1، او اقدر اقول A يساوينا 1 مباشرة. هذا طلاب فقط احسب عن قيمة المقاومة الاضافية اللي راح اضيفه لدائرة الروتر لجعل الستارتنج تورك يساوي الماكسيمم تورك. ف
فانا عندي الاي حيكون واحد قيمته. الاي شنو قانون الاي؟ الاي هو الروتر ريزيستنس الار2 على يمن على ستاند ستيل ريكتنس الاكس2. وين راح اضيف المقاومه؟ راح اضيفها ايضا لدائره الروتر. وين راح اضيفها؟ اضيفها هنا أنا. مع المقاومه الار2 راح اسميها الار، هذه قيمه المقاومه، راح اسميها مسميها ار اكس تسميات. فالاي هو الار2 على اكس2، اما المقاومه الاضافيه اللي الار اكس راح اضيفها لدائره الروتر اجمعها مع الار2. الار اكس شنو هاي الار اكس؟ هي الاكسترنال ريزيستنس المقاومة الخارجية بير فيز ادد المضافة تو ذا روتر سيركت المضافة لدائرة الروتر. هذه عندي المقاومة احسبها، عندي الار اكس مجهولة بالسؤال، ما هي قيمة هذه المقاومة الار اكس المضافة الى دائرة الروتر لجعل تو ميك ستارتنج تورك ايكوال مساوي الى الماكسيمم تورك. فعندي الاي يساوي الار2 زائد الاكس الار اكس على اكس2. الار2 عندي معلوم ايش قد قيمه الار2؟ 6%. الاكس2 0.3 ايضا معلوم. الاي قيمته 1 في حاله انه تي اس على تي ماكسيمم يساوي 1. عندي فقط المجهول هو الار اكس، فعوضناه بالقانون الاي هو 1 ويساوينا الار2 6% زائد الار اكس على الاكس2 0.3. حاصل ضرب الطرفين بالوسطين، عندي 0.3 في 1 0.3 ويساوينا 0.06 زائد الار اكس. الار اكس وقف هذا الجانب، فقط نقول 0.3 راح نقول 6% نقول هذا الطرف 0.3 ناقص 0.6% تطلع عند قيمة الـ Rx 0.24 أوم بير فيز. هذه المقاومة المضافة إلى دائرة الروتر لجعل الـ Starting Torque يساوي إلى الـ Maximum Torque. سؤال أخير سؤال، ما عندنا الـ A؟ نعم أستاذ، أي أستاذ الـ R2 زاد الـ Rx، ليش أستاذ جمعناها ويا يعني ما جمعناها أستاذ؟ ها ليش جمعناها؟ لو ترجع لمنطق السؤال بارق، find جد المقاومة الإضافية، المقاومة المضافة الآد المضافة required المطلوبة in the rotor circuit إدارة الروتر. فعندي أنا هذا الروتر عندي عبارة عن ملف مقاومة وملف، هذه الـ R2 والـ X2. ما هي المقاومة المضافة المطلوبة إلى دائرة الروتر لجعل الـ Starting Torque مساوي إلى الـ Maximum Torque؟ راح أضيف مقاومة ثانية، هذه مقاومة ثانية أسميها الـ RX، فهذه الـ RX راح تنجمع مع الـ R2، أكيد ما راح تنجمع مع الجزء الخيالي اللي هو الـ X، تنجمع حقيقي مع حقيقي real اللي هو الـ R2 مع الـ RX. فبالقانون عندي R2 على X2 هذه راح أجمعها الـ RX أجمعها مع الـ R2، هذه المقاومة المضافة. أي أحسب هذه قيمة المقاومة المضافة لدائرة الروتر لجعل Starting Torque TS مساوي إلى الـ Maximum Torque. هذه قيمة المقاومة مجهولة، هنا بسميها RX، هي تسميات. RX هي External Resistance مقاومة الخارجية Bare Phase المضافة إلى دائرة الروتر. بارك واضح؟ فقط هاي يجمع المقاومة R2 مع RX. هذه RX أيضا أحسبها مجهولة عندي، هذه هنا مطيني شرط، شرط انه اجعل الستارتنج تورك يساوي الماكسيمم تورك، فمعناها الاي يساوي 1. طلابنا الاي شلون صار اي 1؟ اي يساوي 1، من يعرف شلون؟ هاي فكروا بيها، هاي سويت تشيك.
هاي تشيك الاي صار واحد لي والله على ناقص الاي تربيع ناقص 2 اي زاد 1 ها احسنت بيا طريقه رياضيات بالتجربه بالتجربه طلاب عندكم بعد سؤال على امثله على الكير السلام عليكم السلام ورحمه الله علي مكي باك استاذ تفضل علي استاذ بالنسبه للفقر 10 الو اي اسمع استاذ تسمعني اسمعك يا علي اي هذا فقر 10 هارتو صوتي قطع عليه استاذ هذا الار 2 استاذ احنا قلنا ار 2 تهمه قلنا ار 2 تهمه بحاله الماكسيمم لا بحاله ان هنا عندي تكون استاذ تسمعني؟ اي اسمعك هسه هاي الار 2 راح تهمه عندي اي عليك تهمه لبيا حاله استاذ بحاله باوع هنا تهمه رياضيا هي بعد انا شلون ارسم الكير شلون ارسم الكير انا عندي بدايه وماكسيمم وعندي نهايه البدايه هذه البدايه صفر صفر تكون عندي عندما يكون الاس السليب والتورك صفر وصفر اوريجن الحاله الثانيه عندي ماكسيمم تورك هاي عندما يكون تي ات ماكسيمم والسليب راح يكون عندي الار 2 على اكس 2 هذه اما الحاله الاخيره هي حاله النهايه هذه هنا عندي حيكون الشكل مالته يكون هايبربولا قطع زائد هنا عندي اهمل عندي قيمه المقاومه الار 2 هاي الار 2 تهمل ليش تهمل؟ لان جدا قليله قيمتها مقارنه مع الاس في اكس 2 الاس تربيع في اكس 2 تربيع فمن نعوض بالقانون هذه الار 2 راح تهمل عندي ايضا هاي تهمل عندي ايش راح يبقى عندي التورك ويساوي الاس على اس تربيع اكس 2 تربيع هذا هو التورك يساوي الاس على اس تربيع في اكس تربيع الاكس هو كونستانت ثابت الاس بيها واحد اس تربيع عندي اس واحدة حتبقى عندي فالتورك هنا حيكون عندي علاقة عكسية مع السليب هاي من ارسم الكيرف الاخير تلاحظ ان الكيرف عندك دا ينزل معناها شنو معناها من دا ينزل عندك كيرف السليب دا يزداد هنا دا يستمر ترى هنا يصير هنا يستمر عندك فتلاحظ هنا عندك الكيرف دا يزداد السليب لكن ايش بيه التورك؟ ايش بيه التورك؟ دا يقل شوفوا علي دا يقل فهنا السليب السليب ازداد عندي ماشي ازداد فالعلاقه حتكون عكسيه سليب ازداد شبيه تورك راح يقل عندي ماشي ايدك ستاب ويدك خويا يعني. بعد طلاب عندكم سؤال؟ شكرا دكتور شكرا الى هنا طلاب انتهت هذه المحاضرة شكرا جزيلا لحسن الإصغاء